قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، مقصود بالصلاة هنا أي المكتوبة، المكتوبة إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، المعنى أن يؤخر النافلة إلى البيت لا يصليها في المسجد، هذا المعنى يؤخر النافلة إلى البيت لا يصليها في المسجد لأن صلاة النافلة في البيت أفضل وأولى. قال فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله، انتبه لهذه الجملة عظيمة جدا، يقول فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. خيرا هذه كلمة ماذا؟ واسعة جامعة. خيرا، خيرا يدخل تحتها ماذا؟ يدخل تحتها أمور عظيمة جدا. فالله جاعل في بيته من صلاته خيرا، صلاتك النافلة في بيتك جعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا عظيما، من ذلك حصول البركة في البيت والطمأنينة، طمأنينة البيوت، وأيضا طرد الشيطان، طرد الشيطان عن البيت، وأن يعمم البيت بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة كلها ذكر، أقيم الصلاة لذكر، ذكر لله عز وجل. وأيضا فيها التربية للأولاد الصغار، لما يأتي والدهم ويصلي في البيت ما كتب له أن يصلي، يتعلم الصغار من والدهم الصلاة، ففيها بركات وفيها عوائد عظيمة وفيها خيرات كثيرة تترتب على هذه النافلة عندما تصلى في البيت. قال فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وبعموم الحديث يفيد استحباب كثرة الصلاة في البيت، كثرة الصلاة، لأن الصلاة في البيت خير عظيم، فاستحباب كثرة الصلاة النوافل في البيت. نعم.